أنا في تدريب الفريق السعودي أولمبياد فيزياء الدولي، شاركت في 3 مسابقات هذه السنة، بداية أولمبياد شمال البلطيق في إستونيا، الأولمبياد الأوروبي في سلوفينيا، الأولمبياد الأوروبي الأولمبياد الآسيوي في الرياض، والمسابقة الجاية بتكون الأولمبياد العالمي. في الأولمبياد الأوروبي حققت شهادة التقدير. برنامج الشراكة مع المدارس دخلت في صف أول المتوسط، كان له أثر كبير في تحفيزي أنك تكون ضمن مجموعة طلاب متميزين على مستوى المدينة، يحفزك أنك تدخل برامج أقوى. وكان من ضمن البرامج اللي حثونا إدارة المدرسة على التسجيل فيها هو الأولمبياد. بداية حاولت في أولمبياد الرياضيات صف أول متوسط، لكن ما قدرت أكمل، تم استبعادي من التصفيات الأولية. صف ثاني متوسط دخلت باستعداد أكبر، دخلت في أولمبياد الفيزياء، والحمد لله الآن من ثاني متوسط إلى ثاني ثانوي مكمل التدريب، والسنة هذه ضمن فريق السعودي أولمبياد الفيزياء. شعور جميل. تدريب الأولمبياد علمنا الانضباط، علمنا كيف نقدر نجتهد. المادة العلمية اللي ناخذها مو مادة بسيطة، يعني يمكن تكون مستوى السنوات الأولية في الجامعة مثلا، فتحتاج انضباط، تحتاج مثابرة من الطالب. وبعد طبيعة الأولمبياد منافسة شرسة، البقاء للأقوى يعني، فلازم تبذل جهد كبير جدا عشان تستمر مع الفريق. فهذه البيئة ساعدتني أني أكون منضبط أكثر، أني أكون أقدر أتحمل الضغط. صف سادس ابتدائي دخلت اختبار موهبة تعرف الموهوبين، بعدها دخلت مدارس الشراكة مع موهبة، كان لها أثر كبير جدا. الأولمبياد القادم بيكون الأولمبياد العالمي للفيزياء باستضافة سويسرا، والمشاركة بتكون عن بعد من الرياض. هذا أول مرة أشارك فيها في الأولمبياد العالمي، وإن شاء الله بداية خير، إن شاء الله نحقق ميدالية تشرف الوطن وتشرف تختم جهود كبيرة على مدار 3 سنوات الماضية.